أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين. فيديو اليوم عن المتحف العسكري في مدينة إسطنبول. حاليا أنا في نيكابل، راح أركب مترو أم 2 باتجاه هاجي أوسمان. نزلنا في محطة أوسمان باي. مثل ما تشوفون أعزائي، يوجد اتجاهين، رومالي وبانغالتا. الجهة الأقرب إلى المتحف العسكري هي بانغالتا، راح نذهب بهذا الاتجاه. نتابع العلامات الإرشادية للذهاب إلى المتحف، راح نسلك هذا الاتجاه. هذا فندق رمادا باي ويندهام، احنا راح نمشي بهذا الاتجاه. هناك يقع فندق رمادا بلازا، وهذا هو المتحف العسكري. المتحف العسكري من المتاحف الحلوة اللي من خلالها تقدرون تشوفون مختلف أنواع الأسلحة والمعدات الحربية اللي كانوا يستخدموها بالدفاع عن بلادهم. متحف كلش حلو وأنصحكم بزيارته. والمتحف مفتوح على مدار الأسبوع عدا يوم الاثنين والثلاثاء. أوقات الزيارة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء. أسعار تذاكر الدخول 6 ليرة تركية للشخص الواحد. طبعا إدخال الكاميرا الاحترافية ليس مجاني، بس تقدرون تصورون بموبايلاتكم. شوفوا هاي القذيفة الحربية، خليها في المدخل. القبائل التركية هاجرت من المناطق الممتدة من سيبيريا ومنغوليا والصين إلى أواسط آسيا والقفقاس والأناضول ووسط أوروبا. سمي الأتراك بهذا الاسم نسبة إلى اسم إحدى القبائل المشهورة اللي هي قبيلة الجوك تورك اللي تعني الأتراك السماويين. وهذه هي شجرة أصل الأتراك. أفراد الجيوش التركية القديمة كانوا يجيدون مختلف المهارات الحربية اللي منها ركوب أكثر من حصان بنفس الوقت والرماية بالرمح والسهام من على الحصان. هذه اللوحة توضح التكتيكات اللي يستخدمها الجيش في المعارك. وهذه هي الحروف الأبجدية اللي كان يستخدمها الأتراك القدامى. هذا أتيلا، واحد من أشهر ملوك الإمبراطورية الهونية التركية اللي امتدت من نهر الفولغا في روسيا شرقا إلى غرب ألمانيا. وهاي اللوحة توضح كيف غزا الأتراك الهونيين أوروبا. وهاي الأسلحة اللي كانوا يستخدموها بذاك الوقت. معركة ملاذ كرت سنة 1071 ميلادية، واحدة من أشهر المعارك اللي انتصر بيها السلاجقة الأتراك على البيزنطيين. ألب أرسلان أو بالعربية الأسد الباسل، قائد سلجوقي انتصر على البيزنطيين في معركة ملاذ كرت. وهاي التماثيل لقادة أتراك قدامى، وتنتهي بتمثال عثمان بي مؤسس الإمبراطورية العثمانية. وهذه هي خارطة الإمبراطورية العثمانية اللي حكمت لمدة 600 سنة، من سنة 1299 ميلادية إلى 1922 ميلادية. بزمن العثمانيين الخليج العربي كانوا يسموه بخليج البصرة، وإلى الآن تركيا تستخدم هذا الاسم. هذه اللوحة توضح الحملات الحربية العثمانية في أوروبا اللي وصلت إلى النمسا وإيطاليا. وهذه هي صور السلاطنة العثمانيين من بداية تأسيس الدولة وحتى نهايتها وقيام الجمهورية التركية عام 1923 ميلادية. المتحف بمختلف الأسلحة القديمة مثل السيوف والرماح والسهام والدروع وإلى آخره، إضافة إلى الأسلحة الحديثة مثل البنادق والمسدسات والمدافع.
من هذا الاتجاه صالت فتح القسطنطينية. هاي السلاسل الحديدية استخدمت لغلق خليج القرن الذهبي حتى ما تعبر السفن إلى داخل الخليج. هذه هي خارطة القسطنطينية أو ما تعرف حاليا بإسطنبول. مثل ما تشوفون أعزائي، على اليمين يقع مضيق البسفور اللي يتصل بخليج القرن الذهبي اللي تشوفوه بالوسط. البيزنطيين غلقوا مدخل خليج القرن الذهبي بالسلاسل الحديدية حتى ما تعبر أي سفينة إلى داخل الخليج. مثل ما تشوفون أعزائي، السفن الزرقاء هي السفن العثمانية، أما السفن الحمراء هي السفن البيزنطينية في خليج القرن الذهبي اللي كانت تحمي القسطنطينية. وهذه هي روم الحصار اللي بناها السلطان محمد الفاتح تمهيدا لفتح القسطنطينية. وهذه هي صورة القائد محمد الفاتح. هذه هي بانوراما فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية كان بتاريخ 29/5/1453 ميلادية. من هنا صارت الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال. وهنا موديلات للمدافع في ذلك الوقت. عرض المهترخانة، عرض الموسيقى العسكرية العثمانية. المهترخانة هي الفرقة الموسيقية الرسمية في الدولة العثمانية. عرض المهترخانة يوميا من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصرا. وهذا هو حمام الكلية الحربية على الطراز التركي. وهنا هاي بعض الصور والحاجيات اللي تعود إلى بعض القادة العثمانيين في زمن الحرب العالمية الأولى. وهذا هو مكتب السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. وهاي بعض الأسلحة اللي تعود للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني. هذه الساعة القديمة قدمت كهدية من السلطان عبد الحميد الثاني إلى المارشال رفعت باشا. وهذه بعض الأوسمة والميداليات والنياشين في زمن الدولة العثمانية. هذه بعض بقايا الأسلحة اللي تركها الجيش الروسي في حرب الاستقلال. وهنا هاي بعض الأسلحة المستخدمة من قبل العثمانيين في الحرب العالمية الأولى. هذه هي بانوراما معركة شناق قلعة وحرب الاستقلال. وهاي وحدة من الفصول في الكلية العسكرية، مثل ما تشوفون مكتوب على السبورة باللغة التركية العثمانية. وهذه هي إحدى المناهج الدراسية في ذلك الوقت. وهذه هي صور لبعض طلاب الكلية العسكرية. وهذا هو تمثال مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك في إحدى الفصول الدراسية.